أخي أبو مهند، زوجتك طبعا كلمتني وأخبرتني بأنك طلقتها وطلبت مني بأن أكلمك حتى ترجعها قبل أن تنتهي العدة، وهي قالت بأن سبب الطلاق لأن أنت شفتها هاملة بيتها وأولادها، وهي توعدك بأن راح تهتم بالأسرة، فش تقول؟ كلامها مو صحيح، يا ريت كان هذا السبب، بل السبب لأنها خانتني مع أحد أقاربي اللي كنت أدخله ببيتي وأوثق به ثقة مطلقة ومعتبرة مثل أخويا. أثار حاط عين على زوجتي وقام يستدرجها لحد ما اكتشفتهم عن طريق المسجات اللي شفتها بالصدفة بهاتف زوجتي. انصدمت وضبطت أعصابي وطلقتها للخاينة، وهاي بعد ما أثق بيها وما تنفع تكون أم لأولادي هاي المرة الفاسدة. بهالحالة أنا ما أجبرك على اتخاذك للقرار، ولكن أسألك سؤال أبو مهند، أقاربك اللي كنت تجيب لبيتكم وكنت تثق بيه، هم كان ماخذ راحته بالبيت وهم تزف مرات يصير عندك شغل فتركب بيتكم مع أهلك؟ إيه، هو ماخذ ميانة بالبيت بحيث يروح للمطبخ وللحمام بدون ما يقول إحم ودستور، لأن قلت لش معتبرة مثل أخوي. مرات اضطر أطلع خارج البيت تصير عندي شغلة أطلب منه يجي وياي، ما يقبل يتحجج، أثار كنت مغفل وما أدري. إذن من أسباب وقوع زوجتك في المعصية هو تقصيرك، لأنك دخلت على عرضك رجل أجنبي استعجلت في الوثوق به. قال الإمام علي سلام الله عليه: وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. فالإمام سلام الله عليه نبه الرجل لأمر مهم، وهو أن الغاية ليست بحجب المرأة وحبسها في بيتها، وإنما أن لا تختلط وتختلي برجل أجنبي سواء كانت في داخل دارها أم في خارجه، بل الفتنة والريبة ترى تكون أخطر فيما لو اجتمعا في مكان مغلق كدارها أو في دار أخرى، كأن يرسل بنته مثلا إلى بيت أقاربه ويتركها عندهم رغم أن لديهم رجل أجنبي عنها كابن عمها وغيرهم. وهناك حالات خيانة حصلت بسبب هذه المواقف، والسبب هو غفلة الأهل عن هذه الأمور المهمة. فالإمام علي سلام الله عليه لما يقول: وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن، أي إذا أدخلت على النساء من لا يوثق بأمانته فكأنك أخرجتهن إلى مختلط العامة، فأي فرق بينهما؟ بس أنا يعني اعتقدت أنه هذا قال برجل أمين ولهذا وثقت بهاي الثقة العمياء، يعني للأسف أحسنت الظن بي ولكن خانني، الله لا يوفقه. الثقة مطلوبة يا أبا محمد، ولكن إلها حدود، لا أن تكون ثقة مطلقة. روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا تثق بأخيك كل الثقة، فإن صرعة الاسترسال لن تستقال. فقوله لا تثق بأخيك كل الثقة، قال الحكماء وجب اختبار الرجل ثم اختياره للصداقة، إذ اختياره قبل اختباره ينجر سريعا إلى وحشة الفراق وذل الانكسار، ثم بعد اختياره لا بد من الحزم وعدم الوثوق به كل الوثوق، فلا تدعه يطلع على جميع الأسرار، بل احفظ منها ما يخاف اللوم وسوء العاقبة. أقول: هل يوجد سر أعظم من حفظ الأعراض من الاطلاع عليهم؟ وأما قوله فإن صرعة الاسترسال لا تستقال، هذا كمثل يقال لمن دخل في أمر من غير تأمل وروية فوقع في محنة وبلية لا طريق إلى دفعها وإقالتها ولا سبيل إلى علاجها وإزالتها. فلذا نطلب من الأزواج والآباء أن تكون لديهم غيرة على عرضهم، وأن لا يترك النار قرب الوقود ويرحل لكونه يحسن الظن بالرجل، بل لزم اتخاذ الحيطة والحذر، لأن هذه أعراض ولزم حمايتها وما يجوز التفريط بها. روي عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه. يعني هل يعتقد رب الأسرة بأنه ترك ليوسف الصديق عليه السلام في بيته وخرج؟ وأيضا هل يعتقد بأن زوجته أو بنته هي فاطمة الزهراء أو مريم الصديقة؟ إحنا ما نطلب من الزوج بأن يكون شكاك ويتهم زوجته أو بنته بالخيانة، بل الشريعة طلبت منا بأن يتوخى الحذر يا معودين، وأن يتجنب عرضه التعرض للخلوة مع الرجل الأجنبي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبث في موضع تسمع نفس امرأة ليست له بمحرم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة، فما من رجل خلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أي الشيطان يقول للرجل الذي خلا بامرأة أجنبية: أنتم وحدكم، وخذ راحتك وانظروا لمفاتنها ومحاسنها، وسمعها كلام غزل وتحرش بيها حتى تنال اللي تريده. لذا وجب على الزوج حينما يستضيف رجل أجنبي للبيت الذي فيه زوجته أو ابنته كأنما يكون أخوه أو ابن أخوه أو ابن أخته أو أي شخص ليس بمحرم على عرضه، أن لا يجعله يطيل الفترة عندهم قدر الإمكان، وأن يطلب من أهله بأن يراعوا الحشمة أمامه وما يكثروا من الكلام وياه ولا يتمازحون، وأن يغضون بصرهم. والأفضل الزوج بنفسه هو يأخذ الطعام ويقدمه إليه، مو أن يطلب من زوجته أو بنته تفعل ذلك، وأن لا يسمح له بالتجول براحته. فإذا أراد أن يغسل إيده أو يذهب للتوالية مثلا، أي يرافق بنفسه للحمام. فنعرف حالات طبعا اعترفن فيها بنات بأن أقاربهم تحرش بهن وتخاف تخبر أبوها وأمها. وحينما يخرج الزوج إلى عمل ما خارج المنزل، فأبدا لا يترك الرجل مع زوجته وبناته بحجة أنه بمثابة أخيهم أو أبيهم، وأن لا يسمح بدخول العمال في بيته لأجل إنجاز عمل ما في حال غيابه. هل هذا معنى كلامك أنه الشريعة أمرتنا أنه نشك بكل رجل أجنبي يدخل بيتنا حتى لو كان أخي باعتبار رجل أجنبي على زوجتي؟ لا، فالشريعة ما أمرتك بأن تشك بهم، بل أمرتك بأن تحتاط وتحذر، وأن لا تكون ساذج بل تكون ذكيا، ولا تمنح للآخرين الثقة المطلقة بل اجعلها مقيدة، لأن الشيطان حي لم يمت وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. لذا وجب أن لا تمنح الثقة المطلقة حتى لأخيك، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. طبعا الحمو كما يذكر بعض العلماء هو غير المحرم من أقارب الزوج كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم. زين، ليش الرسول شبه الحمو بالموت؟ إن العرب تصف الشيء المكروه العظيم بالموت، ووجه الشبه لأن الزاني يسبب في موت دينه بالتدريج، ولأن زناه بالمحصنة يترتب عليه الموت بالرجم، أو على الأقل سيؤدي إلى طلاقها وضياع أولادها وهدم أسرتها، وهذا بمثابة الموت، وبالأخص في هذا الزمان اللي انتشر فيه الإعلام المنحرف والمسلسلات والأفلام اللي تروج للخيانات الزوجية ولعقد علاقات غير شرعية. فكانت الناس قبل سنوات لما ترى الخيانة تتعجب وتستغرب، ولكن الآن صار الأمر عادي وزلاطة مثل ما نقول، ومعلوم بأن المتابعة المستمرة لهذه الأمور راح تنطبع في العقل الباطن، وبعدها لا إراديا يشعر برغبة في التطبيق لأن يقع في الفاحشة. وهذا الأمر حذرون منه أئمتنا الأطهار عليهم السلام قبل مئات السنين. روي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. وهذا الكلام اللي نقوله لا يشمل الزوجة والبنات فقط طبعا، بل يشمل الأولاد الذكور ويشمل الأطفال أيضا. فنحن اتصلنا حالات استشارية عن حالات التحرش بالزوجات والأولاد في كل المراحل العمرية، حيث يخبروننا بأن أقارب الأب أو الأم أو أصدقائهم أو جيرانهم لما يجون للبيت يتحرشون بينا في السر، والأمر لا يختص بالجنسين المتخالفين، بل حتى التحرش ما بين الجنسين المتماثلين، وهم يخافون إخبار أحد الوالدين، ونخجل أن نخبركم ماذا يفعلون بعرضكم. ولذا المفروض المربي يربي أولاده منذ مرحلة الطفولة المبكرة كيف يحمون أنفسهم من التحرش الجنسي. وأني نزلت حلقتين تعلمكم كيف تحمون أولادكم منذ الصغر، راح تجدون الرابط في الوصف، وحلقات طبعا مختصة بمرحلتي الطفولة المتأخرة والمراهقة تعلمكم شلون تحمون أولادكم من التحرش الجنسي. إذا كملناها إن شاء الله رح نجعلها الرابط مالتها في الوصف أسفل الفيديو، ونحتاج إلى دعائكم حتى نوفق.
جزاك الله ألف خير أستاذة مياسة، فكلامكم ما راح أنساه وراح يصير تركية بأذاني، وبإذن الله راح أطبقه على بيتي وراح أبلغ اللي أعرفهم من أهلي وأقربائي وأصدقائي حتى يحصنون بيوتهم من دنس، وبالأخص بهذا الزمن اللي كثرت به الانحرافات. وأنتم مشاهدين أنصحكم تطبقون تعاليم الشريعة ففيها نجاتكم في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.